ورجعنا لكم مرة تانية مع أول فقراتنا النهاردة، وزي ما احنا متعودين مع كل بداية أسبوع لازم نقدم لكم طاقة حلوة كده ونصايح ومعلومات مفيدة. كتير مننا بياخد قرار انه يبدأ يلعب رياضة وينزل جيم، ولكن في الآخر بنكسل، ويوم السبت اللي هنبتدي منه ده دايما ما بيجيش. بس على الأقل لازم يكون يومنا فيه شوية تمارين، شوية اكسرسايز بسيطة كده الصبح من البيت. عشان كده النهاردة بينورنا في الاستوديو كابتن شريف أسامة، مدرب اللياقة البدنية، واللي كمان ليه تجربة ملهمة جدا جدا وقصة تحول كبيره جدا 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 هنعرفها منه دلوقتي على الهوا. خلينا نرحب بيه. صباح الورد عليك. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ انا بص وانا بقدم الفقره تحس ان انا عايزه اقوم بقى، فاهم، ابتدي تمرينات الصباح وحاجات كده. طيب احنا انا عايزه بس الاول اتكلم عن قصه التحول الفظيعه. انا الحقيقه ما شفت الصور انبهرت. يعني احنا بيبقى الواحد عنده 2 كيلو زياده مش عارف يخسهم، لايص فيهم، لا وبيزود عليهم بعد كده اجي اخسهم، عارف كل ما الم البنطلون الجاكيته تضرب بالظبط، تيجي تخس ال 2 كيلو فتعمل دايت جامد قوي قوي، فتقعد لك مثلا اسبوعين ثلاثه، ترجع رابع اسبوع بتاكل بشراهه بقى عشان انت اتخنقت من الدايت وما لقيتش نتيجه قوي والكلام ده كله. انا شفت الصور انت خاسس اكتر من 55 كيلو بالظبط، يعني ده وزن بني ادم تاني، مش بس خاسس، لا لياقه وعضلات وفت وبتدرب ناس. ازاي؟ انا عايزه البرشامه، يعني اديني كبسوله على طول. الكبسوله كلها في الوقت الصراحه، لان انا كنت من زمان وانا رياضي وبحب الرياضه وكده. يعني انت اصلا كنت رياضي؟ يس بالظبط، كنت بلعب جودو وباسكت وكذا رياضه يعني. وكنت شخص اكتف عامه، بس كنت دايما بعاني من الوزن ومن طريقه الاكل والتمرين وكل حاجه. لحد ما جيت كده قبل ما اخش الجامعه جات لي اصابات وحاجات كده، طبعا بسبب الوزن الزايد، لان طبعا يعني الشخص الاوفر ويت بيبقى مفاصله ضعيفه شويه. احنا معانا الصورة على الهواء يا جماعه. انا يعني مش انا مش عارفه يعني مها ايه، مها مش قادرين نخس 2 كيلو. انا مش عارفه 2 كيلو ده، شخصين مختلفين يعني حقيقي تحول جذري. احنا شايفين اتنين شخصين مختلفين فعلا. لا بس انت شايفه الصوره تفرح يا جماعه. طبعًا. الصوره تفرح يعني بجد. بس شريف عايز اقول لك على حاجه، في ناس كتير لما بتشوف ده تقول لك عشان هو شاب وصغير في السن فالخساسان عنده بقى سهل. أكيد. انما أكيد كل طبعًا. ما بتكبر في السن بيبقى صعب قوي ان انت تخس. هل المعلومه دي اصلا صح؟ هي صح، لان الحرق طبعا مع السن بيبتدي يقل، دي حاجه يعني بيولوجيه طبعا في طبيعه الانسان. بس هو الفكره مش في السن او غيره، هو الفكره الواحد يحافظ على الوزن اللي هو خسه. دي اصعب حاجه. اي حد ممكن يخس ان شاء الله 100 كيلو ويردهم تاني على طول في خلال كام شهر في اي مرحله عمريه. طبعا طبعا. بس هو الفكره في الحفاظ على الوزن، وده بيجي بقى من طريقه الاكل ومن طريقه التمرين ومن طريقه الحياه عامه، اللايف ستايل عامه، تظبيطه هو اللي بيؤدي ان الواحد يفضل محافظ على وزنه اللي هو خسره. يعني اجابتك على ازاي شريف قدر يعمل ده ان انت خلقت لنفسك لايف ستايل يبقى هو ده اللي انت ماشي عليه على طول. بالظبط. مش ان انا بقى بقلل اكل او بلعب رياضه لفتره معينه اوصل للتارجت واقوم ايه راجع تاني بقى. بالظبط. بس خلينا ما نعديش الصوره دي بالسهل كده. انت امتى قلت لنفسك لا شريف انا خلاص انا هبقى شريف تاني، انا هبقى شكل تاني، انا اهتم بصحتي، انا اهتم بشكلي ومظهري؟ لان انت مش غيرت اللي هو خسيت. في ناس كتير بتخس بس بتخس اللي هو ايه، تمام كده انا قادر امشي واتنفس احسن وبتاع. لا انت خسيت وبقيت مدرب لياقه بدنيه وانت في الاصل دكتور. انا عارفه ان انت دكتور، فانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ وامتى قلت لنفسك انا هتغير خلاص مفيش كلام؟ هو القرار جه لما انا لقيت ان انا مش عارف استغل صحتي. يعني انا كنت برضو لسه صغير قوي على ان انا افضل قاعد مش قادر اتحرك، مش قادر اشارك مثلا في ان انا انزل العب كوره مثلا، حاجه ناس كتير بتعملها، مش عارف مثلا انزل العب كوره، مش عارف اتحرك كويس. بس فمن هنا بقى جه القرار اللي انا عايز ابتدي، لا انا عايز اشوف حل تاني للموضوع. فمن هنا بقى جت القرايه والشغل على نفسي، وابتديت اشتغل يعني على نفسي في الموضوع ده. وده برضو اللي حببني في حته التدريب او الكوتشنج عامه، ان انا طبعا لما الواحد بيخس ناس كتير بتيجي تساله انت خسيت ازاي. فلقيت ان انا عارف اعمل امباكت او تاثير على حياه كذا حد، يعني خصوصا مثلا السيركل اللي انا فيها، دايرتي اصحابي وكده والعيله، لقيت الناس كتير بتيجي تسالني. احنا عارفين العاده دي، يعني انا جالي كورونا بعدها بقيت بكتب روشتات. بالظبط. انت بقى الدواء ايه هنعمل ايه؟ الكلام. اوكي بالزبط. فلقيت نفسك دي حاجه انت قادر تستغلها. بالزبط. وتبقى كوتش. بالزبط. طب شريف ده يعني بدنيا، نفسيا هل يعني تقل الوزن ده او الوزن الثقيل ده بيفقد، يعني كان مؤثر على ثقتك في نفسك؟ طبعا اكيد، خصوصا مثلا في حاجه زي اللبس، دي من اول الحاجات اللي انا كنت عايز اسال السؤال ده، اثرت على الواحد يعني. اللي هو تنزل بقى تشتري لبس كانت حاجه طبعا مشكله يعني. لا احنا كانت احنا مغامره يعني. بالظبط. فللاسف يعني طبعا، وخصوصا ان كل يعني لما الواحد بينزل يشتري لبس في حاجه يعني وهو اوفر ويت او كده، بيبقى صعب ان هو يلاقي حاجه هو حاببها يشتري الموجود.
فطبعا دي من اكتر الحاجات اللي بتاثر على يعني نفسيه الواحد عامه. طيب ناس كتير بتستصعب قوي موضوع لعب الرياضه، ليه بقى؟ هتقول لك انا لسه ما عنديش وقت اروح الجيم، طب انا لسه هروح مش عارفه فين اروح فين. فاحنا بقى عايزين يعني نبطل كلام ونبتدي نعمل الفعل. لان انت جايب لنا شويه تمرينات ويمكن بامكانيات بسيطه جدا سهل قوي تبقى متوفره في اي بيت في اي مساحه، لان برضو في ناس هتقول لك لا انا بيتي ضيق، انا ما عنديش جنينه مثلا العب فيها رياضه، ما عنديش وقت انزل جيم. بالظبط. فاحنا عايزين نقول ان كل دي يا جماعه حجج، مالكوش اي حجج. لما تعرفوا وتشوفوا شريف ايه التمرينات اللي هيوريها لنا دلوقتي، دي انت هتورينا تمارين نقدر نعملها كل يوم الصبح 10 دقائق صح كده؟ ودي هتفرق معانا جدا في الشيب بتاعنا ونتون البادي بتاعنا والكلام ده كله، وهنزود الحرق بيها اكيد. طبعا يلا يا شريف. يلا انا هقوم اعمل معاك دلوقتي. بالفستان والكعب ده بصراحه يا جماعه شغلونا نقدم طراره كده عشان انا هنقوم. طيب انا مبدئيا بحب ابتدي التمرين بحاجات اسمها كور اكتيفيشن، يعني تمرين تسخن البطن، مش مجرد عشان بطني يبقى شكلها كويس، بس عشان بتسخن درجه حراره الجسم كله، تخليني اسخن بسرعه يعني. طيب اللي مطلوب سجاده يوجا صح؟ يوجا مات. يوجا مات بالظبط. ودي كاتل بال، دي اسمها ايه؟ كاتل بال. دي انا جبتها قصدت اجيبها لان دي يعني ممكن اجيب حاجه واحده تبقى عندي واعمل بيها بروجريس في كذا تمرين. طب اجيب وزن كام عشان بس ما احسش مزق في العضلات؟ لا ببتدي طبعا بوزن انا قادر عليه. وحتى لو الوزن ده ابتدى يبقى خفيف عليا، ميزه الكاتل بال ان انا ممكن اعمل بروجريشن ليه. يعني انا ممكن افضل اتقدم بيها بنفس الوزن لان انا بعمل حاجات اصعب. ما اتكش على نفسي يعني اجيب حاجه وزن انا قادر عليه. طبعا يعني ايه نقول 3 كيلو 5 كيلو 5 كيلو احنا نص كيلو يعني وعيش فينو وانت لا انت ولا بتفكر معرفة. يلا بينا. اول حاجه في البطن طبعا ابتدي باكتر حاجه سيمبل بالنسبه لي، وهي حاجه اسمها كرانشز. دي بتسخن البطن، بس الفكره ان الناس كتير قوي بتعملها غلط. الناس بتمسك رقبتها وتعمل كده صح، فولا منها سخنت بطنها ومنها اذت رقبتها صح. اللي انا بعمله ان انا كوعي على الارض، دقني باصه لفوق، ببتدي اطلع لفوق وانزل واحده واحده لحد الاخر، اطلع لفوق وانزل واحده واحده لحد الاخر، لحد ما الموضوع يبقى سهل. بعمل مثلا 20 عده بثبت فوق، يا اما بطلع للاخر خالص والمس رجلي، يا اما وانا هنا ببتدي ان انا احرك جسمي يمين وشمال بحيث ان انا بسخن الكور بتاعي كله. ودي من اكتر حاجات بتخلي الواحد يتفادى اصابه القطنيه مثلا، لان ناس كتير عندها مشاكل في القطنيه واللور باك ده، فببتدي ان انا اسخن المنطقه دي كلها وارفع من درجه حراره الجسم. هل دي بتقوي عضلات البطن؟ طبعا. وبتشدها جدا طبعا. أوكي. جدا. وده لازم طبعا عشان الواحد يبتدي تمرين حتى وهو. طب نعمل كام عده المينيمم يعني؟ المينيمم اللي انا ببتدي مثلا بحركه سيمبل زي الكرانشز بعمل حوالي 20 عده مثلا. اوكي. وبعد كده اثبت شويه وابتدي اعمل مثلا 20 عده من دي اسمها هيل تاتشز، الحركات اللي هي الجانبيه دي. ليه كده يا شريف؟ انا كنت لسه هقول لك 8 عدات، ايه 20 عده دي كده هنزعل من بعض. 8 عدات ممكن بقى الحاجات اللي قدام يعني المقدمه شويه. يلا احنا معاك، ورينا بقى ال 10 دقايق هنعمل فيهم ايه. طيب انا ببتدي بعمل 20 عده من الكرانشز دي، ابتدي اسخن بطني، بعد كده بثبت شويه اعمل زي ما قلنا الهيل تاتشز، بعد كده بعمل حركه الناس كتير فاكراها ان هي مجرد لور بودي، بس دي برده بتسخن ظهري والقطنيه وبطني، حاجه اسمها جلوت بريدج. بزق لفوق بالراحه خالص، بسكويز رجلي جامد وانزل تاني، ازق بالراحة خالص واسكويز رجلي تاني جامد وانزل تاني، تمام؟ دي برضه بتسخن القطنية واللور باك. بعد كده عندي حاجة مهمة قوي اسمها ديد بوجز، برفع ايدي لفوق ورجلي لفوق هنا، ابتدي ازق رجلي لقدام وارجع، ازق رجلي لقدام وارجع. دي ميزتها ان هي بتثبت ظهري، فبطني بس اللي بتبقى شغالة، فدي أكتر حاجة ممكن أحسها في بطني، تمام؟ بعد كده لما تبقى سهلة ببتدي إن أنا أحرك ايدي معاها لورا وأرجع تاني، أحرك ايدي معاها لورا وأرجع تاني، وهكذا بالشكل ده. دول بالنسبه لي اهم 3 تمارين ممكن اعملهم من الوضع اللي انا فيه ده، الوضع اللي انا على ظهري. اوكي. بعد كده ببتدي اتقلب لقدام. ده لو حد ما كانش بيلعب رياضه خالص طول حياته، يعني طبعا لسه ما عندوش اي نوع من الفتنس، لسه خالص، هيبقى اوكي بالنسبه له ولا تبقى تقيل عليه؟ لا لا، الحاجات دي كلها يعني بيجنر ليفل خالص، وحاجات عشان هقدر اعملها في البيت. لان الحاجات الادفانس بقى ممكن ازود اوزان وكده، بس دي عشان اعملها من ليفل البيت يعني. طب اللي معاك دي الدمبل دي كام كيلو؟ لا دي 20. اوكي، لا شكرا. قلت لك تومي. ايوه تومي جبنه رومي. بس بعد كده ببتدي انزل هنا على ايدي وعلى ركبتي. بعمل حاجه اسمها بيرد دوج، بزق برجلي لورا وارجع تاني، بزق الرجل لورا وارجع تاني. دي برده بتشغل بطني، الكور بتاعي من تحت، بتشغل رجلي كلها، بتعمل اكتيفيشن للور باك بتاعي عشان برده ما يحصليش اي اصابات واتفادى الاصابات. لما بتبقى سهله ببتدي ان انا احرك ايدي معاها، بفرد وارجع تاني،
ده في اليوجا ده بوزيشن يوجا خالص. بوزيشن يوجا مهم جدا يعني ناحيه اللياقه البدنيه، مهم جدا لان هو برده في حاجه منتل فيه اللي هو بتحكم في جسمي كله في صحيح في الموفمنت نفسه، تعمل بالانس كمان بالظبط. بعد لما بعمل التمارين دي برده ممكن 15 20 عده في السايد ببتدي ان انا اعمل حاجات اسمها ستابيلايزيشن، تمام، اللي هي بلانك، ناس كتير قوي بتعملها البلانك. يس، بنزل هنا بفضل ثابت هنا. من الغلطات بقى ان هي ممكن يا اما ابقى فوق قوي كده يا اما يبقى وسطي تحت خالص هنا. انا احب ان انا ابقى وسطي تبقى بارل الارض ستريت لاين بالظبط، وافضل ثابت هنا. ممكن اثبت حوالي 30 ثانيه. دي برضو عضلات البطن والكور. بطن وكور بتثبت لي البطن والكور بتاعي كله. ومنها بقى الوجع بقى اللي احنا هحسه هيبقى في الثايز وفي البطن. في الثايز شويه وفي البطن. المرحله اللي في البطن المين، يعني الوجع المين بيبقى في البطن، في البطن منطقه البطن بالظبط. اعتقد الاوجاع في ممارسه البوزيشنز بتاعت الرياضه بتكون مؤشر انت عامل البوز صح ولا غلط. بالظبط صح. فيعني كل يعني كل بوز برده وضح للناس أكيد. اللي هو ايه يعني انت تبقى عارف ان انت عامله صح لما تحس بوجع هنا او وجع في بطنك. اكيد اكيد. يعني مثلا في البلانك مثلا بحس بوجع، ببتدي احس بوجع في منطقه البطن هنا. ممكن ابتدي ان انا احرك رجلي لفوق كل رجل لوحدها، بحس ان انا هحس بوجع اكتر في اللور باك بتاعي، عشان دي برده مش اللور باك، اسف، في الجلوتس بتاعتي او الخلفيه بتاعتي. دي برده من الحاجات اللي الناس كتير مش بتحسها، هي مجرد بتبقى ثابته بس وخلاص. فانا ببتدي احرك رجلي بحس لو مش بتحس بوجع فالتمرين كده غلط، لو بتحس بوجع كده التمرين صح. يعني انا ببقى عايز افهم حد ان هو مش لازم تشيل وزن، المهم ان انت تبقى حاسس بالحركه في الاول. أوكي. يعني مش لازم افضل اشيل حد مصر، يعني رحت للعضله صح. بالظبط اوكي. بس أوكي. فدي ممكن التمارين اللي انا ببتدي اعملها، ممكن ابتدي اعمل حاجه اسمها هاي بلانك بس بتفوق، ومنها ابتدي ان انا اعمل حاجه اسمها ماونتن كلايمبر، دي برده بحسها في بطني بشتغل براحه خالص. في ناس كتير بتعملها بجري ما تحسش بحاجه في بطنها، ابتدي ان انا احركها بالراحه خالص. وممكن 20 عده برده، 20 عده برده كل سايد، ابتدي ان انا احسها في بطني برده. وبعدين اخر حاجه مثلا ممكن اعمل حاجه اسمها شولدر تابس، تمام، دي فيها ابر بودي شويه. اوكي. بسخن الابر بودي بتاعي شويه، بحسها في كتفي، بحسها في الترايسبس، بحسها في بطني برده. اوكي. بعد كده ممكن انتقل بقى لحاجه زي الكاتل بال، ممكن اعمل بيها كام تمرين كده. طب ورينا بقى. يلا. طيب. يعني طالما هتمرن في البيت فبالنسبه لي يعني اهم حاجه ان انا بقى عامل تمارين اسمها كومباوند. اسمها كاتل بال؟ كاتل بال. كاتل بال. تمارين الكومباوند دي اللي هي بتحرك كذا جوينت في الجسم. فاول حاجه فور اكزامبل اسهل تمرين سكوات، بقف بسند الكاتل بال على صدري من فوق كويس لفوق، ببتدي ان انا انزل للاخر واطلع للاخر. اصعب حاجه في الدنيا بقى السكوات. اصعب حاجه في الدنيا بجد. واخطر حاجه لو ما اتمرنتيش صح على ان الوجع كله بقى في السايز، في السايز كله وفي الجلوتس. اكيد. فعشان كده انا في الاول بقصد ان انا احرك حاجات فيها جلوتس عشان احس بالسكوات فيها. ايوه. بس فالسكوات بمسك هنا رجلي واسعه. بس اقول لهم بقى نعمل ايه بالظبط، عشان انا عارفه ان الاكسرسايز ده فعلا غلط جدا على الركب لو اتعمل غلط. اكيد طبعا. فنعمل ايه ونقف ازاي ونوطي ازاي والكلام ده كله. انا الفكره كلها ان انا برفع الوزن لفوق كواي لفوق، شد ظهري، رجلي بتبقى وسع كتفي، تمام، بزق ركبتي لبره، ما بنزلش لقدام او بنزل بركبتي لتحت. أوكي. بزق الهيبس بتاعتي لبره وركبتي لبره، ابتدي اكني هقعد على كرسي ورايا واقوم تاني، اكني هقعد على كرسي لورا واقوم تاني كده. انا شلت كل اللود من على رجلي، مع ركبتي اسف، كل اللود بقى على رجلي وعلى اللور بودي بتاعي، تمام. بعد السكوات ممكن بقى بنتقل بقى لتمرين يبقى فيه ابر بودي شويه، وده تمرين الظهر اسمه باك رو، عشان ناس كتير بتبقى ضهرها عامل كده. ده من احسن التمارين اللي تخلي الظهر يفرد لورا لو حد بيقعد كتير او كده. اوكي هايل. بمسك كاتل بال كده، بوطي الشاست بتاعي لفوق، صدري لفوق وشادد ضهري، وضهري بحاول اخليه على نفس مستوى الارض، بارل الارض. اوكي. ابتدي ان انا اشد الكاتل بال لفوق وانزل تاني، شد وانزل تاني. في ناس كتير بتعملها غلط، اللور باك بتاعهم هو اللي شغال. فاهم حاجه ان انا ابقى فارد ضهري، اللور باك بتاعي مفروض، بشد البطني وانزل تاني بالراحه قوي. ده بالنسبه لتمرين مثلا للابر بودي. في بقى حاجات ممكن استخدمها على الارض، تمارين للتشست او تمارين للكتف برضو. هنا بمسك الكاتل بال بتاعتي، ببقى قاعد على ركبتي ثابت شادد بطني، زق لفوق وانزل بالراحه قوي، زق لفوق وانزل بالراحه قوي. دي الايفكت بتاع فوائدها ايه دي؟ عشان ايه؟ عشان تفرد القتب بتاع الكتف. اول واحده اللي هي بتاعت الظهر عشان تفرد القتب لورا. ودي نفس الكلام، لان انا لما ازق ايدي جنب ودني بتحرك حاجه اسمها سكابيولا في ظهري. السكابيولا بتاعت ظهري لما بتبقى كده
تشد الظهر لورا. طيب ايه الاوجاع بقى؟ احس بالوجع في انهي منطقه؟ طيب وانا بحاول اول واحده طبعا السكوات بحس في رجلي. اوكي. تاني واحده بحسها في ظهري من فوق. ايوه يعني انت برضو بتحس بوجع يعني حتى لو انت مدرب وكل أكيد حاجه نورمال بتحس بوجع مش حتى عشان مبتدئ. يس يس. حتى لو انا معيش وزن اكيد هحس بوجع لان انا شغال صح وعارف اني حركه بتتحرك بتمرن يعني معايا. هل في تمرينات معينه للستات وتمرينات معينه للرجال وتبقى مناسبه اكتر ولا ده لبوث سكسز يعني؟ لا لا ده ينفع لبوث سكسز. اعتقد في الاوزان بتفرق. هتفرق في الاوزان طبعا وهتفرق في البروجرام بتاع التمرين نفسه على مدار الاسبوع. يعني تالي الرجال اغلبهم بيبقوا عايزين مثلا دراع كتف كل الكلام ده فبيركزوا عليه بشكل اكبر. الستات العكس مثلا لور بودي او بطن او كده. فالبروجرام طول الاسبوع هو اللي بيتقسم على اساسه التمرين بس. بس هي نفس الحركات للاثنين. اكيد اكيد نفس صحيح. الحاجه الاثنين يعني الحاجات دي كلها جنرال الاثنين يعني. ايه الحالات اللي تمنع ان انا امارس التمرينات دي يعني لو في ايه الاصابات اللي ممكن تكون موجوده في الجسم تمنع ان انا؟ طيب انا بالنسبه لي ما بحسش ان في اصابه ممكن توقف حد ان هو يتمرن حاجه معينه بس اهم حاجه التسخين واهم حاجه اللي انا ابقى عارف انا بعمل ايه. يعني انا مثلا في السكوات زي ما قلت ان انا بنزل بظهري لورا في ناس كتير بيجي لها اصابات في الركبه او في القطنيه في السكوات لان هي بتنزل لتحت او بتنزل ظهرها مايل لقدام. فانا اهم حاجه ابقى مسخن كويس وابقى عارف التكنيك صح بس. وطبعا في بقى حالات معينه ما ينفعش يعني لو حد مثلا عنده ديسك او كده طبعا هيبتدي ان هو يبدا واحده واحده او مركب مسامير او شرايح في الظهر. بالزبط يعني بالزبط العمليات دي اعتقد بتعمل بيبقى ليهم طبعا اكيد اسلوب معين في التعامل مع الكيسز دي. طب شريف بما ان انت شخص حقق حاجه كبيره جدا خس قلنا فوق ال 55 كيلو تقول ايه للناس اللي قاعده بتتفرج علينا ولسه ما خدتش القرار انها تخس او انها تروح جيم او لسه ما غيرتش حياتها او لسه عندها اوفر ويت كتير مؤثر على صحتها ولسه ما بدأتش؟ اهم حاجه ان الواحد يبقى عارف ان هو مش داخل على بس مرحله شهر او اتنين او خلاص هيخس ويرجع تاني ياكل طبيعي. الموضوع بياخد وقت والموضوع لازم يتقلم انه يبقى لايف ستايل ولازم يبقى عارف ان هو هيبتدي مش هيضحي بس هيبتدي الموضوع يبقى صعب بالنسبه له في الاكل وكده. بس اول لما يحس ان هو عمل فرق فعلا وابتدى يبان عليه والناس قالت له فعلا الموضوع بيبقى ورث جدا وبيبقى يعني بيبقى هو عايز يكمل من نفسه. فهو اهم حاجه تطلع في الاول بس. طب حياتك قبل في كلمه وحياتك بعد في كلمه لازم نموتيفيت الناس كده لازم نشجع. فحياتك قبل في كلمه واحده وحياتك بعد في كلمه واحده. حياتي قبل في كلمه يعني ممكن اقول كسل بس مش اكتر اللي هو مش قادر اتحرك مش قادر اروح مش قادر اجي. بعد اللي هو بقى بقيت عايز اجرب عايز اعمل حاجات كتيره عايز اتمرن عايز نشيط نشاط الاخر. نورتنا يا شريف. ميرسي ربنا يخليك. نورتنا جدا يا شريف بجد ميرسي على وجودك معانا وميرسي على الاكسرسايزز والتمارين الحلوه دي. ملناش حجه بقى يا مها مش كده في البيت اهو بمات ودمبل ما عندكيش هاتي. انا بشوف ناس بيجيبوا ازازه كولر بيجيبوا اي حاجه بيتصرفوا يعني صح. فاحنا فعلا ما عندناش حجه. 10 دقائق في البيت غيروا حياتكم. انزلوا الجيم يا جماعه مش قادرين نعملوا تمارين في البيت. لازم يكون زي ما شريف قال لايف ستايل لازم ناكل بشكل سليم لازم نخاف على جسمنا عشان صحتنا مش اكتر. لانه في والاساس يا جماعه هو الاراده ومن اراده الفرد لاراده الشعب كان القرار. فيلم القرار واحنا بنتكلم النهارده 3 يوليو وهو خطاب تاريخي مهم جدا هنتكلم عنه في الفقره اللي جايه وهنتكلم كمان عن انجاز مهم جدا هيتم النهارده على أرض مصر.